ركزنا في مناقشتنا على مواضيع أساسية أهمها تقييم ما تحقق من المخطط الوطني للشباب ودراسة إمكانية ترقية آليات تنفيذ مضمونه، بحث السبل الكفيلة لترقية أدوار الشباب في مسيرة التنمية الوطنية والبناء الديمقراطي. كنا خرجنا بآليات واضحة للعمل على محورين أساسيين. المحور الأول تم تشكيل لجنة تنسيق مع 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 مصالح وزارة الشباب والرياضة للإطلاع أولا على كافة الجهود التي تبذلها الوزارة لصالح الشباب. المحور الثاني هو محور المخطط الوطني للشباب الذي كذلك نقوم باستعراضه مع إطارات الوزارة والنظر في مدى التقدم الحاصل فيه وهل هو ملائم فعلا لهذه المرحلة أو غير ملائم لهذه المرحلة.